نفديكم بمسابقة التصميم المحلية اللي بيشارك فيها أكثر من 50 مصمم ومصممة أزياء. هذه المسابقة بتكون بوابة انطلاق لهم في عالم الأزياء. نرحب بالحكام اللي معنا. والحين بتبدأ المسابقة. المتسابق الأول أسامة. والحين نقدم لكم المتسابقة الأخيرة أمو. هاي هاي. كانت أمونا آخر مشتركة ويانا، والحين القرار للحكام. منو بيفوز بهالمسابقة؟ منو بيحصل اللقب؟ منو بينضم لنخبة مصممين الأزياء العالميين؟ خلونا نشوف الحكام. ما شفت مثل هالجرأة في التعبير. ملابس توضح شو يستوي هالأيام. ملابس تواكب العصر وتحاكي الواقع. ويدروا أنا حي المصممة أمونا. شكرا أبا أشكر ماما وبابا بسبب دعمهم لي أنا قدرت أفوز وإن شاء الله بكمل المشوار. Thank you so much. أعزائي الحضور، نشوفكم في مسابقة جديدة وموسم جديد. تصبحون على خير.